عرضت لجنة مدارس الأحد والشبيبة على مسرح فؤاد يغنم بالشميساني بعمان مسرحية هادفة بعنوان الملكة، حضرها عدد من الآباء الكهنة وجموع من أبناء الرعاية الأرثوذكسية في الأردن. إلى التفاصيل. في إطار الأنشطة الثقافية والتربوية التي تقوم بها لجنة مدارس الأحد والشبيبة الروحية التابعة لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، عرضت لجنة مدارس الأحد مركز الشميساني مسرحية بعنوان الملكة، وذلك على مسرح فؤاد يغنم الواقع في المدرسة الوطنية الأرثوذكسية بالشميساني. حضر العرض المسرحي الذي رعاه رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية الدكتور حسان حمارنة قدس الأرشمندريت فندكتوس كيال الوكيل البطريركي في شمال الأردن وقدس الأرشمندريت رفائيل الوكيل البطريركي في مادبة، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة وجموع من أبناء الرعاية الأرثوذكسية في الأردن. بدأ الاحتفال بالسلام الملكي، تلاه دعاء روحي لقدس الإيكونوموس أليكسيوس قاقيش، وبعدها قدمت مشرفة المركز تريز الدايخ كلمة عبرت فيها عن سعادة لجنة مدارس الأحد في حضور أهالي وذوي الطلبة الذين يحرصون على مشاركة أبنائهم في احتفالهم وعرضهم الفني الغني برسائل روحية. وعقب الكلمة قدم كورال أطفال يسوع نشيد يوم من مدارس الأحد، والذي شرحت كلماته مرحلة قدوم الأطفال من منازلهم وتجمعهم ووصولهم لمراكزهم، وعن الاستفادة التي تقدم لهم من قبل المرشدين والمسؤولين. وبعدها تم عرض المسرحية التي حملت عنوان الملكة، وهي من إعداد وإخراج مرشدي مدارس الأحد، حيث تحدثت عن ملكة بقيت نائمة لمدة طويلة، فحاول الوزراء بشتى الطرق أن يوقظوها لكن دون جدوى. فقدم المرشدون في نهاية العمل مغناة نادت بأهمية أن يجتمع أبناء مدارس الأحد حول الملكة التي تمثل الكنيسة، ويكونوا سواعد النهضة الروحية والثقافية والفكرية التي تعمل على بنيان الكنيسة، إذ هم الأمل والنور للمستقبل. رسالتنا من الليل ابتدت بالعمل، لا مش بالحكي، بدنا هم تكون معانا الحضور اللي بيجمع، والمينا اللي إلها منلجأ هي الحضور اللي بيجمع، والمينا اللي إلها منلجأ نعود نجمع ايدينا تنعم وعقب العرض الذي تفاعل معه الحضور، ألقى قدس الأرشمندريت كيال كلمة شكر ومحبة وامتنان على هذا العمل الذي لامس كل شخص من الحاضرين، مقدما شكره لرئيس وأعضاء الجمعية ومرشدي مدارس الأحد والطلبة الذين أبدعوا بما عرضوا، لافتا إلى أن الأطفال هم نواة الكنيسة ومستقبلها، وواجب على الكنيسة ومؤسساتها أن تدعم مثل هذه الأنشطة التي تثري فيهم حياة روحية رئيسها السيد المسيح. بتذكر لما أنا كنت في مدارس الأحد
فمشان هيك بتكون مشاعري ملخبطة وبكون مش عارف متحمس أو خايف أو مش عارف شو أحكي. بس بحب أحكي إني مبسوط إني معكم، مبسوط فيكم، يعطيكم العافية. إذا بدي أعلق على شغلكم بدي أقول جميل، كتير جميل، يعطيكم العافية. بعرف جهودكم كانت كتير كبيرة، الكل أكيد الكل، ما كانش سهل مشان يخرج هذا العمل، لأنه زي ما شفنا ما كانش ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة اللي بيشتغلوا، كان كل طلاب مدارس الأحد مع مرشديهم، فيعطيكم العافية. أما مشان الكنيسة ومشان الموضوع، أنتوا الكنيسة مزبوط، يمكن ما كانش لازم نقول الكنيسة بتنام، لأنه الكنيسة ما بتنام، لأنه إحنا الكنيسة. إذا إحنا اللي مننام بتنام، إذا إحنا منكون صحيين تصحى، إذا إحنا فينا النهضة رح نشوف النهضة بالكنيسة. بس لما منكون نايمين نعسانين كسلانين والمجهول كان يشتغل، إبليس الشيطان كان يشتغل، ساعتها رح نشوف الكنيسة نايمة. فهون مسؤوليتنا، هون جهدنا، هون الوزن اللي أخذناها من ربنا، هون معمودية كل واحد فينا والمسؤولية اللي أخذها في المعمودية، بأنه نكون أبناء للكنيسة، أبناء بالفعل بالحق، نكون أبناء للكنيسة. وهيك الكنيسة بتكون صاحية وما بتنام. الكنيسة ما رح تنام، لأنه الكنيسة هي جسد الرب يسوع المسيح، وإحنا هو الجسد، ورأس هذا الجسد هو الرب يسوع المسيح. فالكنيسة زي ما قال الرب يسوع المسيح لن تقوى أبواب الجحيم عليها. وفي الختام سلم رئيس الجمعية مع الآباء الأجلاء الدروع التكريمية لمستحقيها، واتجهوا بعدها لمعرض خاص شمل على العديد من الأشغال اليدوية وقصص روحية من عمل طلبة مدارس الأحد.